انضمت مملكة البحرين ممثلة بالهيئة الوطنية لعلوم الفضاء إلى ميثاق مرصد الفضاء من أجل المناخ، والذي تم توقيعه على هامش المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 75 المنعقد في مدينة ميلان بإيطاليا. وأوضح الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بأن الميثاق يهدف بشكل رئيسي إلى تنسيق الجهود الدولية الساعية إلى التصدي لتغير المناخ وإلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال التوظيف السلمي لتقنيات الفضاء والتي تسهم بدورها في رفض المراكز العلمية بمعلومات تساعد على مواجهة المشكلات الناتجة عن التغير المناخي.